يا صباح الفل، صباح الخير، صباح النور، صباح كل الأمنيات الحلوة دايما لمشاهدي ستات على النهار. كنت بتكلم أنا ومفيدة ومش منتبهين إن سمر بتقول لنا يلا صباح الفل. صباح الفل عليكي. يعني احنا طبعا الفترة اللي جاية دي عندي انا مناسبة عقبال ولادكم كلكم، وكاتب كتاب بنتي في اخر شهر 6. فانا بقى ايه، لان سهير عدت بالتجربة، فعمالة اقول لها طب الشوكولاتة، طب البوفيه، هي بقى عمالة بتعلمني خلاص طالما في كذا هنجيب كذا. الموضوع محدش يسلفني فلوس. يسلفنا، لا بقى يسلفنا اختكو يعني. جماعة 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 بس انا يعني جماعة. خلوني انا الاول علشان اعملوا لي انا اول نفر. نعمل جمعية ونديكي اول نفر. اول حد فيها قبل ولادكم. لا طبعا اي حد بيعمل مناسبات دلوقتي في اللي احنا فيه ده ربنا معاه بجد يعني. ان شاء الله ان شاء الله الموضوع عدى، بس كله بيعدي ان شاء الله كله. لا وعلى فكره في اضيق الحدود يعني، احنا مش فاتحينها يعني، احنا يعني كطبيعي. بس لا يعني ربنا يكون في عون اللي عنده اكتر من ولد واكتر من بنت. ايوه طبعا بيفكر ان هو دي تبقى زي دي وده زي ده وده ما يغيرش من ده. لا ده موال. يعني ربنا يكون موال صعب جدا. أول حاجة من شوية إن الحكومة المصرية قدمت استقالتها للرئيس السيسي، وإن رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قدم استقالة الحكومة للرئيس، وإن الرئيس كلفه بتكليف حكومة جديدة يختار الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة علشان تعمل على تحقيق الأهداف، واللي على رأسها طبعا الحفاظ على محددات الأمن القومي. طبعا أنا أعتقد أن ده كان قرار حكيم جدا. فكرة أن الدكتور مصطفى مدبولي يكمل معانا كرئيس وزراء، في ملفات كتيرة مفتوحة، في مشاريع كتيرة موجودة، لكن ده ما يمنعش أن احنا نقول احنا كمواطنين طب احنا طالبين ايه من الحكومة الجديدة اللي ممكن الدكتور مصطفى مدبولي يكون هيكونها أو هيكون هيختار مجموعة من الوزراء الجدد. حقيقة الأمر الشارع المصري مهموم بفكرتين: الأسعار وغلو الأسعار في كل شيء، والكهرباء وانقطاع الكهرباء في الصيف. فأعتقد أن دول ملفين مهمين جدا. إحنا محتاجين مراقبة أو نعمل إدارة جديدة في مكان في رئاسة الوزراء ليها علاقة بمراقبة السوق المصري. يعني أنا معرفش دي ممكن تتعمل إزاي، لكن اللي مطلوب بجد علشان نحاول إن احنا نعمل كنترول على الأسواق الكتيرة اللي عندنا وعلى كم الناس اللي بجد ما بيرعوش ربنا. الأسعار بقت غالية جدا، الناس بقت في متاهة، الدنيا غليت والمرتبات زي ما هي إن كانت في الخاص أو في الحكومة. الناس شايلة هم بكرة، يا ترى البيت هيكفي لغايتين. معظمنا المرتب ممكن يكون ما بيكفيش لغاية آخر الشهر، وفي حالات كتيرة بيبقى الناس تعبانة. فإحنا مطالبين من الوزارة الجديدة، مش هنقدر نقول المرتبات تبقى تزيد، لكن نقدر نقول إن إحنا لو عرفنا إن إحنا نسيطر على السوق ونحكم الأسعار ونحدد إن دي أسعارها كذا، ويبقى في مراقبة ويبقى في عقاب، لعل وعسى الدنيا تتظبط شوية. ده حقيقي احنا محتاجين نشوف الناس تعبانه من ايه ونشتغل على حل القصه دي علشان راحه المواطن المصري برضو من اهم اولويات الامن المصري. يعني الانسان المصري هو جزء لضمان ده امن قومي. الرئيس كمان حط ملف بناء الانسان المصري على راس قائمه الاولويات، خاصه في مجالات الصحه والتعليم ومواصله جهود تطوير المشاركه السياسيه. لكن الناس فعلا عايزه تحس الاول بفكره الاسعار والكهرباء، وخاصه الاسعار داخل فيها بنزين وداخل فيها دواء وداخل فيها رغيف عيش، داخل فيها الحاجات الاساسيه للانسان، يعني داخل فيها يومياته وتفاصيله اليوميه، بالاضافه بقى للحاجات الاهم اللي هو فكره الثقافه والوعي الوطني زي ما تفضل الرئيس وقال، والخطاب الديني المعتدل. حاجات كتيره جدا بترسخ
مفاهيم المواطنة وسلام المجتمع. والمهم في الوزارة الجديدة، أنا عارفة إن في حاجات إحنا نقدر نعملها وفي حاجات خارجة عن الظروف، لكن دكتور مصطفى النهاردة يقال إن في زيادة غير طبيعية هتبقى موجودة، 40% تقريبا زيادة في أسعار الدواء. فإحنا لو قدرنا أو أنتوا لو قدرتوا حضراتكم نقدر نعمل حاجة في الموضوع ده، لأن لما الأدوية هتزيد في ناس كتير جدا جدا مش هتقدر تتحمل مصاريفها، مش هتقدر إن هي تنزل تجيب الأدوية بتاعتها المعتادة. يعني أنا مش بتكلم على الحاجات اللي إحنا بنتدلع بيها، لا أنا بتكلم في أدوية حقيقية لمرضى محتاجين الأدوية دي. الأمراض المزمنة 40% زيادة يا دكتور هتبقى كتير جدا 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 على المواطن المصري، جنب الزيادة في الأسعار الأكل والشرب والمواصلات والبنزين والكهرباء. يعني إن شاء الله ربنا يوفقهم. الحكومة دي كانت فيها مجموعة من الكفاءات الهائلة جدا جدا، لو هم موجودين مكملين هتبقى حاجة كويسة، لو هم مش مكملين بنقول لهم شكرا. يعني حيبان مين اللي هنقول له شكرا، وشكرا بجد لأن هو عمل شيء مختلف وكان فارق. واكيد في ناس محتاجه انها تتغير، لكن في كفاءات موجوده عملت شغل كبير جدا. بس مهم جدا يا سهير ان احنا نقول شكرا لكل وزير مكمل او مش مكمل في هذه الوزاره. احنا عارفين ان الوقت ده من اصعب الاوقات اللي حضراتكم ممكن تاخدوا فيها قرار انك تتحمل مسؤوليه كبيره او تتحمل هموم الملايين من المواطنين. ففكرة ان حضراتكم في فترة فضلتوا موجودين ومسكين السفينة بقدر المستطاع في وقت الازمات كانت بتعلى علينا، في وقت فلسطين واللي بيحصل في فلسطين واسرائيل، في وقت الدولار كان بيغلى واحنا عارفين ان هم بيعملوا فينا كده عن عند. فتحية من القلب لكل الوزراء اللي كانوا موجودين في هذه الوزارة، موجودين حضراتكم أو مش موجودين ليكم مننا كل الاحترام والحب والامتنان. شكرا للجميع. أكيد الناس كتير بذلت مجهود جبار، لكن المواطن المصري محتاج أن يبقى فيه حلول واقعية ملموسة، أن يبقى قادر يعيش حياة كريمة، الحد الأدنى من الحياة الكريمة. خلينا من القاهرة لغزة، وبيفاجئونا طول الوقت، بيبهرونا الناس في غزة، بيعلمونا دروس، دروس كتيرة جدا. لما حد يعمل صيدلية على الأطلال وسط أزمة مفيش دواء ويخلي من الرماد تعود الحياة في غزة رغم كل شيء، ويعمل قطع طوب قليلة وعلى أطلال خان يونس، ويقرر الصيدلي إبراهيم إن هو يبني صيدلية متواضعة من جديد عشان يوفر القليل من الأدوية والمستلزمات الطبية، هنا إحنا فعلا بنقف عاجزين وشاكرين ومنبهرين، وكلنا دعوات وكلنا أمل. يعني زي ما سوير قالت، انتوا بتعلمونا يعني ايه الصمود، انتوا بتعلمونا يعني ايه مفيش مستحيل. تحية اصلا لصاحب فكرة الدكتور ابراهيم الجريح، انا مش اعتقد اسمه كده ابراهيم الجريح، لا ابراهيم الفرة، الدكتور ابراهيم الفرة صاحب الصيدلية دي. يعني انت دكتور عظيم، وفكرة ان انت ترجع تاني وتبني وتحاول انك توفر الادوية دي. خلي بالكم معظم الادوية دي ما بتبقاش متوفرة بسهولة، يعني دي بتيجي ممكن تتهرب من هنا، ممكن كانت في مخزن من هنا تتحط من هنا. فكرة انه يفضل محافظ على ان الناس في فلسطين محتاجين الحاجات البسيطة وهو يوفرها لهم، ف يعني شيء رائع. وفعلا كأنه هو بيقول لنا مين قال الحياة بتموت مع الناس دي اللي علمونا معنى الصمود والحياة، وصدق اللي قال غزة الصمود. خلينا نقول إن السمك وأسعار السمك صعبة جدا، يعني أسعار السمك لازم نشوف لها حل. السمك كان
وخاصة أنواع معينة من السمك زي البورتي. فاكرة الشوربة بتاعت امبارح ب 8000 جنيه؟ فكرني الخبر، احنا كده اتأكدنا إن الست فعلا طلبت الشوربة ب 8000 جنيه. بس لو الرقم ده لا يعني مع غلو السمك لا طبعا. لا بس مش بالدرجة دي، لكن الفكرة إن كان في سمك اللي هو الفيليه البولتي البوري، دي كانت أسعار اقتصادية في متناول الناس. دلوقتي روحي ارفعي السماعة واسألي السعر بكام هتتصدمي. لكن القصة مش كده بس، القصة إن في حاجة اسمها سمك الأرنب. سمك الأرنب ده مسموم، وصحة الأسكندرية تحديدا بتشن حملة بحث عنه، لان ده شكله يا سوير بيقول انه ده من اكتر الاكلات شعبيه هناك. بصي، هو سمك الارنب ده مش بيتيجي كده عند الناس بتوع السمك. خلي بالكم انه السمك ده بيتعمل فيليه، والسمك ده وسمك المكاريل كمان من الاسماك اللي الصحه بتحذر منهم. السمك ده مع سمك المكاريل ليه هو خطر ان احنا ناكله او نتناوله؟ لانه اولا بيبقوا فيهم نسبه كبيره جدا من الزئبق، ثانيا ان هم بياكلوا من الميه المخلفات السامه، فبالتالي كل لحمهم سام. فرجاء كل الناس اللي بتنزل عند السماكين بيحبوا يشتروا حاجتهم فريش، الاسماك دي بتتباع في شكل فيليه، فتأكد من نوع الفيليه اللي انت بتشتريه كسمك فيليه. لو لقيت السمكة دي ما تاخدش الفيليه، او ما تاخدش فيليه غير وانت شايف ايه السمكة اللي بيتقطع لك منها الفيليه، لان الفيليه بتاع السمكة دي سام. فهم التجار المفروض يراعوا ربنا ويراعوا ضمايرهم في الناس، والمفروض الناس كمان تنتبه. يعني كويس الحكومة عاملة يعني حملاتها وبتحاول وكده، لكن احنا كمان عندنا دور ان احنا اولا ما نشتريش غير من الناس احنا واثقين فيهم طبعا. ولو بنشتري الفيليه ده تحديدا لازم نكون واقفين، ما نطلبش بالتليفون بالزبط. لازم نكون واقفين وشايفين وما هو من ايه بالظبط. ودي خلي بالكم ان الصحه حذرت ان تناول الاسماك بالنوعيه دي اللي هي سمكه الارنب او سمكه المكاريل، لان هو بيبقى فيليه في الاخر بالظبط، هو لازم تعمل فيليه ما بتعملش غير كده، بيجيب بيبوظ الجهاز العصبي وبيخش على الكلى وبيعمل حالات تسمم خطيره جدا 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 تراكميه. هو المكاريل ما بيتعملش فيليه بس الناس بتعمل صينيه بتحذر منه. يعني انتبهوا للاثنين، السمك ده لحد ما وزاره الصحه تطلع لنا تقول لنا بيان جديد. احنا برضو بنحاول، يعني احنا صعبانين علينا الناس. المكاريل من انواع الاسماك الرخيصه كلها فيتامينز، يعني كلها حاجات مفيدة جدا، بس مشكلتها ان المكاريل بيتربى في بعض الاماكن اللي مش نظيفة، المية مش نظيفة، مستنقعات، يعني اماكن مش صح. فرجاء خلي بالكم وانتوا بتشتروا الحاجات دي، ورجاء الحكومة الجديدة إن شاء الله تحط على أولوياتها برضو أسعار السمك وأسعار اللحوم والحاجات دي، أسعار مبالغ فيها جدا جدا جدا. طيب هل إحنا بقينا أسرى الترند؟ يعني مهووسين إلى هذه الدرجة؟ ده كده مرض، ده مرض المفروض الطب النفسي يدور ويبحث ويعمل قسم جديد اسمه أمراض الترند. هل احنا ممكن نصدق ان بسبب اغنية تحصل مشاجرة عنيفة بين عريس وعروسة ليلة الفرح، والفرح يتدمر بسبب ان هي شغلت اغنية مش على مزاج وهي عايزة تشغل اغنية على مزاجها؟ هل ممكن نصدق ده، ولا الناس دي زي ما ناس كتير فكرت ان هم بيدوروا على ترند فعملوا الخناقة دي؟ تفتكري ده لو كده يبقى كارثة؟ تبقى كارثة. طب انا مش عارفه كان معانا الفيديو ولا لا، بس هو اللي انا القصه اللي وصلت لنا ان عريس وعروسه في الفرح هم كانوا بيرقصوا كويس جدا مع بعض، ومره واحده في اغنيه اتحطت، ليقال ان العريس ما كانش حابب يسمع الاغنيه دي فقال له اقفلوا الاغنيه دي، فالعروسه قالت له لا انا عايزه اسمعها، قال فحصل خناقه وحصل مشاده، وان اتصورت المشاده دي. حقيقي زي ما سوير بتقول، لو الفقرة دي أو الحركة دي اتعملت
بغرض انكم تشهروا في ترند العريس والعروسه اتخانقوا يوم الفرح، فاحنا اسفين ان احنا جبنا سيرتكم اصلا، ويعني اللوم يجي علينا. لا طبعا، بس أما لو هم مش قاصدين عشان خاطر اغنيه فانتوا الاثنين هايفين، واعتقد ان انتوا الاثنين ما ينفعش تتجوزوا بعض دلوقتي، تقعدوا بقى ستاي هي في بيته معه وهو في بيته. يعني لو احنا بنتخانق على اغنيه او ان احنا ذوقنا في اغنيه مختلف فاتخانقنا عليها، امال في بقيه الحياه هنعمل ايه؟ بالظبط، عشان كده انا قلت لك يعني انتوا مش مؤهلين للجواز دلوقتي، حتى لو كنتوا كتبتوا الكتاب. يعني انا نصيحه، روحي لماما وانت روح لبابا واقعدوا شويه، خدوا اجازه علشان تعرفوا توصلوا لصيغه من التفاهم. ما ينفعش، مش معقول يعني ايه اغنيه مش على مزاجي. يعني المفروض على الاقل نحترم ذوق بعض، اذا ما كانش ذوقنا زي ذوق بعض فنحترم ذوق بعض، وتحب اللي هو بيحبه وانت تحب اللي هي بتحبه، او تحترمه او تبقى مبسوطه ان هي مبسوطه وانت كمان تبقي مبسوطه ان هو مبسوط. لكن كده دي حاجه غريبه جدا. يعني على كل حال، بعيدا عن الترند بقى، في سؤال بيطرح نفسه وطرح نفسه على السوشيال ميديا، واكيد لقى صدى عند الناس. يعني فكره ان احنا نعمل افراح في قاعه ونعمل هيصه ونعزم الناس، ودايما الناس بيخرجوا مش مبسوطين ودايما يطلعوا عيوب، ولا ناخد الفلوس دي ونسافر احنا وننبسط بيها او نعمل بيها شهاده فتدخل لنا دخل. يعني في ناس، في ثلاث افكار في القصه دي: اعمل حفله، لا اخد فلوسها واسافر، لا ولا اسافر ولا اعمل حفله واخد فلوسها واعمل بيها شهاده تطلع لي دخلي. لسه كانت واحده صاحبتي بنت قاعده تقنع بنتها انها ما تعملش حفله وانها اولى بالفلوس دي، والله اللي هي في الاخر والله اكيد كل الامهات. الفكره في ان بيجي لك رد انت ما بتعرفيش تردي، يعني بيقفلوا علينا الرد، بالذات لو بنات: ماما انا نفسي البس فستان فرح، او ماما انا نفسي البس فستان خطوبه. فبجد ما بتعرفوش تردوا، لان هي من حقها، ما انت لبستي انت كمان فستان فرح وفستان خطوبه، فبتسكتي. طب يا بنتي، طب البسوا وتصوروا. ايه قال لك يعني لما اللي هيخليني اكلف فستان مش ايوه، ما هو ما بتبقيش عارفه تردي بصراحه. حاجه بسيطه، نعمل كاتب كتاب بسيط والفرح. انا ده اللي بخطط فيه، اتمنى انه يبقى الخطه تجري زي ما هو. والفرح ناخد فلوسه وننبسط بيه، او يبقى معانا فلوس عايزينه، او يعني نشيل الفلوس دي نستفيد احنا بيها. يعني وجهات نظر، اللي يقدر يعملها، يعني كل وجهة نظر تحترم. اللي عايز يحتفل يحترم، اللي مش عايز يحتفل يحترم. يعني اللي عايز ياخد الفلوس يبقى شخص عملي. لكن قبل ما نطلع فاصل، خلينا نقول على يعني حاجة استوقفتنا بقالها كام يوم، اللي هو الأمهات في الصين لسنا خادمات. في حصل مسحوق غسيل، عملوا له اعلان اثار غضب الامهات في الصين جدا، لان هو قدم الحياه كان الستات يعني هي دي وظيفتهم في الحياه، وان هو للنساء فقط البهدله والتعب والغسيل وكل التفاصيل اليوميه المرهقه والمتعبه، عشان كده صارت النساء في الصين. هو الفكره الخبر احنا بنقوله ليه؟ لان احنا يعني معجبين جدا بقوه المراه الصينيه. حقيقي الستات في الصين يعني انا كنت بسمعها، لكن انا دلوقتي اتاكدت ان هم عندهم باور غير طبيعيه. مجتمعهم مديهم صلابه لدرجه ان هم لما اعترضوا على فكره ان الاعلان، ليه الاعلان يتعمل بس للستات؟ هو الراجل ما يقدرش يغسل، هو الراجل ما بيغسلش هدومه، هو بس احنا موجودين عشان نخدم الرجال، مفيش حاجه زي كده. المهم ايه اللي حصل؟ رفعوا الاعلان، اعتذروا، الاعلان ده اتشال من الصين، واعتذروا لهم وطلبوا وقالوا وطلعوا بيان هم ليه قاصدين انهم كانوا يعملوا الاعلان ده احتراما للست، بس طالما انتوا فهمتوه غلط احنا اسفين. هم بيقولوا ان احنا كانوا قاصدين ان احنا نقول شكرا، لكن طالما اتفهم بالطريقه دي فعشان كده هم بيحترموا الستات في الصين. انت عارفه يعني المشكله مش الاعتراض، هي فكره ان اللي قدامك قابل اعتراضك باحترام، فهمك واخد اكشن.
اخذ ايه؟ ايه اللي هيرضي الستات دول؟ انا اشيل الاعلان، اشيل الاعلان، مش بقى نقعد نقول لا وفلان وده اتعمل بالذكاء الاصطناعي عارفين انتوا الحركات. على كل حال تحيه لكل النساء سواء كانوا في الصين او في اي مكان في العالم. المراه اللي هي بتعمل مليون وظيفه واللي هي كل الحاجات اللي بتعملها دي مش كل رجاله تقدر تعملها، وانها متفرده في هذا العطاء بهذا القدر من الحماس والتعب والمجهود والصبر وحاجات كتيره جدا تفعلها النساء. وعندنا حلقه متميزه جدا فيها شخصيه نسائيه رائعه جدا، هنسترجع معاها حاجات حلوه جدا بجد. احنا يعني في منتهى السعاده ان هي منورانا النهارده. خلينا نطلع فاصل ونرجع نبتدي حلقتنا. التالي الإعلامية القديرة فاطمة الكسباني في ضيافة الستات. واحدة من سيدات شاشة ماسبيرو دخلت التلفزيون المصري شابة وتركته رائدة لها بصمتها برقتها وهدوئها وثقافتها، فأصبحت علامة في قلوب المصريين. إنها الإعلامية الكبيرة فاطمة الكسباني أحدى نجمات ماسبيرو الذهبيات. تعد فاطمة الكسباني من الجيل الثاني وتنتمي إلى الجيل الأول بثقافتها وتميزها. تخرجت في كلية التجارة جامعة الإسكندرية وتقدمت لاختبار المذيعات والتحقت بالعمل كمذيعة بالقناة الأولى والثانية قبل انفصالهما. تدرجت الكسباني في المناصب الإدارية منها نائب رئيس القناة الأولى ثم رئيس القناة ثم نائب رئيس التلفزيون، وحققت نجاحات كبيرة. حبها لما تعمل كان وراء تميزها في برامجها، ومن بينها النجدة 122 واليوم المفتوح والريبورتاج وليالي القاهرة الرمضانية وسهرة السبت وسهرة على الهواء وأقلام وأفلام، إضافة إلى تقديم حفلات كبار الفنانين. ولا تزال بصمة فاطمة الكسباني حاضرة في قلوب المصريين الذين أسعدتهم، فكانت تلك رسالتها وهدفها الذي حققته عن جدارة. وبنجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين. وزي ما شفنا في التقرير احنا امام احد اهم رموز ماسبيرو ونجمات ماسبيرو وجميلات ماسبيرو، مش بس الجمال، الإنسانية والعطاء اللي عملته وجودها على الشاشة كان شيء مختلف ومميز جدا. عملت حاجات مهمة جدا جدا، رفضت التمثيل، عملت مجموعة من البرامج نقدر نقول عنها من علامات التلفزيون زي النجدة 122، نزلت بنفسها مع وزير الداخلية وقتها أحمد رشدي راحت العريش، عملت آخر حفلات عبد الحليم، كانت موجودة وقت خطاب الرئيس في الكنيسة، حاجات كتير وتفاصيل كتيرة جدا جدا، غير تقديم الحفلات وليالي التلفزيون وبرامج مهمة كتيرة جدا. والأهم إن احنا أخيرا نجحنا وكسبنا ان تكون معانا النهارده فاطمه الكسباني بلا القاب، يعني كفايه او وجودك احلى مكسب. بصي انا وجودي معاكم هو المكسب، يعني انتوا المكسب بالنسبه لي. انا مش عارفه اقول ايه، انت انا مش عارفه اقول ايه، انا مش عارفه اقول ايه، انا فرحانه جدا. انت استاذتي وانت صاحبتي وانا من الجيل اللي اتشرفت اني اشتغل مع حضرتك، وانت كنت في التلفزيون، كنتوا عمالقه بالكبار جدا، فمش عارفه اسال، مش عارفه يعني صاحبتي واختي وكل حاجه. اولا نورتينا وشرفتينا. ميرسي، اشكرك اشكرك. الحوار ده مهم جدا لكتير من الشباب اللي بيتفرج علينا وكتير من المشاهدين بيتفرجوا علينا، يعرفوا ان المذيعات العمالقه بتوعنا زمان ما كانوش اي حد، وما كانوش الناس لما بيجوا حد يختارهم ما بيختاروهمش عشان هم حلوين بس، لا. لكن في نسبة كبيرة من الثقافة من الحضور. طبعا. حضرتك التحقتي ازاي بالتلفزيون؟ هقولك
انا خريجه كليه التجاره تمام جامعه اسكندريه وماليش علاقه بالقاهره خالص. وبعدين قريت اعلان انه مطلوب مذيعات للتلفزيون، وانا كنت برفض يعني كليه التجاره قسم محاسبه، وانا بكره المحاسبه بس ماشي، لان العيله كلها مدير بنك اهلي، خالي ومش عارفه عمي مدير البنك البلجيكي حاجات كده، فخلصت كليه التجاره بس على مضض. وبعدين قريت الاعلان، فطبعا توسلت لبابا الله يرحمه. أمي طبعا حاضر ونعم، بس الأب هو اللي بيقرر طبعا. فبابا والنبي أنا نفسي ونفسي أروح، وإزاي ومش إزاي؟ قلت له بس أروح الامتحان أشوف يمكن ما نجحش. نهايته وافق، وجينا هنا كان لنا ولاد عمنا ساكنين في مصر، فجيت مع أمي. وبعدين يعني انا مش مصدقه، جيت عند بنت عم امي، وتاني يوم انا غريبه مصر يعني انا واحده غريبه بالنسبه لي، غريبه متغربه انت في غربه، في غربه. واسكندريه غير القاهره برضه، اسكندريه كان مجتمعنا مجتمع عائلات معروفه كلهم مش كده، وفي طلعينا وفي جريج وفي يعني جيراننا كلهم كانوا خواجات. فجينا وقال لي تاني يوم هروح الامتحان، فروحنا تاني يوم. حتى يعني نزلت معاه قدام المبنى وانا ببص المبنى الواحد بيفتكر فبقول له هو ده التلفزيون، يعني انا بالنسبه لي اللي هو السعاده والفخر يعني. هو ده؟ قال لي هو ده التلفزيون. دخلت طبعا لقيت طوابير، انت ما تصوريش طوابير لا طوابير. اجتزنا الطوابير ودخلنا للجنه. مين اللجنة؟ اللجنة كان الأستاذ عبد الرحيم سرور، كان هو رئيس التلفزيون، وكانت ماما سميحة، همة مصطفى، دي كلها أسماء، عبد الوهاب عطا أخبار، كانوا تقريبا يعني هم دول الأساس اللجنة. فدخلنا دخلت اللجنة، وكان فاكرة الأسئلة؟ بصي يعني اول حاجه طبعا قعدوني على الديسك، بصي للكاميرا، بصيت للكاميرا، اقري الورقه اللي قدامك، قريتها. هو بيشوف مخارج الالفاظ. أوكي. اولا فقريت الورقه. تعرفي تقدمي حاجه للاطفال؟ اعرف. قولي حدوته للاطفال، قلت حدوته. انت كنت محضره ولا كده والدك؟ كنت متوقعه. يعني هو توقعات يعني عارفه لازم تتوقعي هيقوله. وبعدين في نشرة أخبار برضو، اقري نشرة الأخبار. معلومات عامة بس مش معضلة عشان الواحد يبقى honest يعني، بتقدري تجاوبي عليها. وبعدين بيكلموكي بقى ويشوفوا رد فعلك عن طريق الكاميرا، يعني انت بتعملي ايه، انت بتدرسي ايه، انت جيتي التلفزيون ليه، وعايزة تقدمي ايه في التلفزيون، وعايزه. فانا الحقيقه اللي يمكن انا فاكره الرد الكويس، قلت لهم انا نفسي اعمل حاجه تخدم الناس كلها، انا يعني بقولها بعفويتي، نفسي اعمل حاجه تخدم الناس كلها. ماشي. فيعني كانت يعني كان امتحان كوريكت يعني عارفه، ما فيهوش يمكن خدنا نص ساعه، كل واحده كانت بتاخد نص ساعه وساعة، وبنطلع احنا مش شايفينهم بقى بس بنسمع طبعا، بنطلع وبنقف بره، ممنوع بقى، احنا عايزين نشوف اللجنه اللي امتحاناتنا دي بس. وبعدين ما شفناهمش، بس لقينا بقى بيقولوا لنا تعالوا، لا هنبعت لكم نقول لكم ان كنتوا نجحتوا او لا، وهنقول لكم. بعتوا لنا بعد، رحت اسكندريه بقى انا مش عارفه هنجح ولا مش هنجح. فراحوا بصيت لقيت بقى ما كانش فيه موبايلات ولا تليفون. تليفون، فاتكلموا على تليفون البيت عندنا، فاطمه انت نجحتي تعالي، تعالي انا مش عارفه هعمل ايه، ولا هتقابلي مين، ولا هقابل مين، انا عارفه بالظبط. يعني انت حافظه وعارفه. فروحت، وكان المجموعه اللي هي نجحت معايا ايامها هي اللي برضه تم استدعائها، كنت انا وسوزان حسن. الله.
طبعا يعني حبيبتي يعني سوزي بنمسي عليها وكانت ضيفتنا برضو هنا في البرنامج. جميل يعني انا وسوزان حسن ونادي حليم يا حبيبتي. وكان جاي من الاذاعه دوريه شرف الدين ومحمود سلطان. ايه الدفعه العظيمه دي بجد. فروحنا بقى وبعدين قالوا لنا بصوا انت، انا فاكره كان اول السنه، فقالوا لنا انتوا هتقعدوا لمده ما لا نهايه تتدربوا، تقعدوا حطونا بقى مثلا في استوديو كل يوم تيجوا من الصبح تعملوا ميك اب وتنزلوا وتسجلوا بقى يعني بصي قدموا اي حاجه، قدموا انترفيو، قدموا حكاوى، انتوا بقى يعني تبتكري تعملي ايه. مش عارفه قعدنا قد ايه نعمل الكلام ده، قد ايه؟ 8 شهور او 9 شهور. وكنت قاعده فين بقى ساعتها؟ ما هي بقى كنت قاعده مع بنت عمه امي. خلاص اقيمت عندها. ما فيش بقى لازم يبقى في امان كل بيت يوم كل يوم بنزل الصبح واروح اعمل ميك اب ونتكلم. وفي اثناء الثمان او 9 شهور ياخدونا بقى مثلا ايه، تعالي النهارده انت هتحضري البرنامج الفلاني وتتفرجي على المذيعه. كانت بقى مثلا مدام سوري الاتربي الله يرحمها والنادي الدولي ندخل نتفرج يعني فريده نشوف. الزمر ونجوى وسلمى الشماعه اعتقد كانت فريده وسلمى وسمير صبري الله يرحمه. فكنا نحضر بقى حاجات من البرامج ونقعد بقى ساكتين يعني نشوف وننزل. ان شفتي حاجه شفتي المذيعه قالت ايه حاولي تعملي مثلا لو كنت المسؤول زي ما بتعمل استاذ سوري الاتربي لو كنت المسؤول كانت هي وهكذا لغايه ما جالك اول برنامج. اول حاجه نزلتيها تشتغلي ايه؟ بعد سنه جه رئيس التلفزيون انا فاكره في اخر ديسمبر قال انا في كان صحفيين بيحاولوا يعرفوا مين اللي نجح ومين اللي جاي ما كانش معروف. قال انا اول السنه هقدم دفعه تفتخر بها الشاشه. هو بقى وقدمنا مع اماني ناشد. وقد كان يعني كاميرا كاميرا 9 اعتقد كاميرا 9 وبعد كده اول برنامج عملته كان برنامج نشر اليوم مع الاستاذ محمد زايد الله يرحمه كان في الاهرام بالظبط. كان هو يعني اختارني اقدم كان رايد جرايد يعني ما بس كوتشي بتطلعي رابط بقى انت ما نزلتش على الشاشه تقعدي جنب المذيعه بقى وهي تختار لك الفقره اللي انت هتقدميها يعني طبعا الساعه 10 الاطفال يعني صباح الخير وبعدين تقعدي بقى لغايه بس بالظبط تتعلمي بقى بس. فقعدنا بقى كذا شهر وبعدين لقيت بقى الاستاذ محمد زايد بيقول انت هتقدمي يوم في نشرة اليوم. فعملت ما كملتش شهر او شهر ونص ودي رحت عامله النجده بقى النجده لقيت بقى الرئيس التلفزيون بيكلمني قال لي في كان عبد العاطي الله يرحمه بقى اول ما كنتش لسه تعرفت ما اعرفوش كان صحفي حوادث شهير صحفي كان نائب رئيس تحرير اخبار التحقيقات الصحفيه كان تحقيقات صحفيه. فقال لي ده في يعني صحفي معروف مشهور. انا بقى ما انا برضه خدي بالك انا اسكندريه انا من اسكندريه يعني ما اعرفش مين اللي معروف وجاء قال ان انت عايزك تقدمي النجده 122 يعني هو اللي اختارك والله وقابلني بيه في مكتبه الحقيقه وقال له انت مساعد قال له لا هتشتغل هي هتشتغل انا متاكد ان هي هتشتغل انا شفتها على الشاشه مره ممكن تديني شغل. كان هو ساعتها بيكتب النادي الدولي ولو كنت المسؤول ده حاجه تقيله يعني ده مش اي حاجه بيعمل برنامجين تقال يعني فبس فدخلنا بقى مع الداخليه وكان ايامها النبو اسماعيل الله يرحمه. وجاء بقى الداخليه قالت ان انا عايزه منكم كاميرا شولدر وبنخرج وقت الجريمه. مفيش حاجه اسمها انت بتيجي تسجلي يعني رايحين البطنيه احنا معاهم في البطنيه. كانوا بيبلغوكوا قبلها احنا في كذا لازم تبقوا بكره هنطلع الساعه 5 الصبح نعمل حمله في البطنيه عشان المخدرات
كنتش بتخافي خاصة مش بخاف، انا كنت بترعب يعني، ده رعب تاني. هنروح في عزبة اسمها عزبة القرود، انا فاكرة كويس قوي، وكان اللي هو احمد رشدي ايامها، فقالوا ان هيروحوا كانوا بيروحوا في الفجر دايما، هيروحوا بالبلدوزرات بيعلموا القرود النشل، هيوقعوا العزبة دي كلها. فروحت بقى الصبح الساعة 5، فبينزلوا البيوت كلها، كان احمد بدر الدين المخرج برضه الله يرحمه، الله يرحمهم كلهم بصراحه. وبعدين بعد ما كله بقى وقع، فجاء المخرج قال لي احمد، قال لي شايفه السلالم اللي فاضله من البيت دي؟ هتطلعي السلالم اللي في الهواء دي وهتطلعي فوق، وهيجي واحد ماسك قرد ويقول لك ازاي القرد بينشل، حاجات كده يعني. وكان عشان كده قالوا ان انت دخلت بيت جحا بالظبط. بالظبط، لا كانت مرعبه. وبعدين بيسيب الشخص، بيسيب القرد عليكي وانت لا واصرخ. بس انت شخصيتك كانت رقيقه طول الوقت، خواجايه يعني، انت خواجايه بس ممكن عيط عيط او اصرخ، فابص الاقي مثلا مدير الامن واقف وكله ضباط، فالحقيقه الحق يتقال. فيجي عبد العاطي يقول لي هتكملي ولا هتروحي تقعدي في بيتكم؟ كنت لسه ما تعرفتوش ولا حبيتوا بعض ولا اتجوزتوا. فبالتالي هو اللي قواكي يعني. هتقعد حتى كان ساعتها اي مسؤول موجود يقول له بالراحه عليها يعني. يقول له يا تشتغل يا ما تشتغل. ده كان زمان لما كان رئيس التحرير والاعداد لي الكلمه الاولى والاخيره على المذيعه، عشان دلوقتي محدش يقدر يعمل لان بس بصي، ويمكن سهير عارفه في حاجه مهمه قوي، يعني انت اكتر واحده تحسيها سهير، الورق يعني. هو طبعا احنا النجده ما فيهوش ورق، لانك بتروحي وبعدين بتروح حمله مخدرات في البحر وبتنزلي معاهم حاجات كده، لكن الورق لما بيكتب حلو بيعلي الموسيقى. والورق والفكره وكل الحاجات. طب بس انتوا تعرفتوا بقى ازاي؟ يعني واضح ان هو كان قاسي قسوه متعمده عليكي، فايه اللي خلاك بقى ان انتوا تتلاقوا بحيث ان انتوا تحبوا بعض وتتجوزوا؟ لا انت هتستغربي، انا لقيت تليفون من بابا الله يرحمه في اسكندريه، فاطمه انزلي انا عايزك. احنا بعد قد ايه بقى كنت في التلفزيون بتشتغلي؟ كنا عملنا حوالي 3 شهور في النجده او 4 شهور. 3 شهور بس بنشتغل، 3 4 شهور. فنزلت، ايه يا بابا خير؟ في انا خوف، اترعبت يعني. في ايه؟ قال لي على فكره انا امبارح عبد العاطي كان عندي وطلب ايدك. ده من غير ما يقول لك؟ لا انا كاني مش موجوده خالص كاني مش موجوده. طب انت رد الفعل كنت مبسوطه يعني؟ انت هو لفت نظرك مثلا؟ كنت سعيده لسبب، انا كنت منبهره بيه بشخصه يعني انا كنت بشوف الشخصيه وبشوف مدى. ما خفتيش ان هو يقول لك لا ما تشتغليش؟ لا بالعكس، ده عامل لك هو كان بيدعمها طول الوقت، ده كان عامل لك داعم. طب لا انت وافقتي طبعا؟ قلت له انت متقلي؟ ايوه. جه سال وبيقول ان انت هل مرتبطه مش مرتبطه، بيسال يعني. فبابا قال له لا مش مرتبطه يعني. قال له طب انا بطلب ايه؟ قال له طب اسالها. لا طبعا بصي، ما رحتيش قلتي له ليه ما قلتليش؟ لا ولا مره. ولا بتشتغلوا مع بعض اتكسفتي؟ لا يا نهار ابيض، تخيلوا بتتكسف يعني. هو فين بالنسبه لك الاستاذ حتى بعد ما اتجوزته؟ طبعا. بصي فضل الاستاذ وعامل سبورت ليكي يعني. بصي انت جوه مملكتك جوه بيتك بتكبري وبتتجوزي وبتخلفي، بس الشغل يعني هو علمني الشغل شغل خلاص اهم حاجه يعني. عمره ما وقف لك في فكره انك عندك مثلا شيفت هوا؟ لا واحنا لا بناخد شيفتات بالثمان ساعات. لا ما فيش الكلام ده خالص، ما فيش. ده بالعكس، ده كان هو يعني. انت تعلمي ان اخبار اليوم بتطبع اربع وخميس وجمعه، انا فاكره، فكان بيقعد في المطبعه الثلاث ايام دول، انا الثلاث ايام دول شغاله في الويكند شيفت.
أربعة وخميس وجمعة. يعني دايما وهو شغال يعني عارفة كل واحد بيطلع بطريقته. التصوير ساعة التصوير بنصور النجدة. ناس كتير جدا هيبقى همهم انهم يعرفوا الأجواء في التلفزيون في الوقت ده كان عامل ازاي. انتوا الحمد لله مشهورين كمذيعات في الوقت ده، شياكة، مكياج شيك، شعر شيك، لبس شيك. حتى دلوقتي ناس كتير يقولك ايه، هما الناس دي اتعلمت الشياكة دي منين؟ بصي انا مع مش عارفة، انا بالنسبة لي كنت دايما يعني انا عندي مبدأ لازم اكون فورمال. يعني انا بطلع شيفت ظهر او بالليل ابقى فورمال. ظهر ممكن مثلا لو في الشتاء فترة ساعتين بتوع الظهر او الثلاثة ممكن يعني البس بلوفر، بالليل البس تايور جاكيت كده. اتعلمت ابقى فورمال، يعني هي دي طبيعتي انا بالنسبه لي. واختيار وانتقاء الالوان والشياكة، وانتقاء الالوان وتبقي بسيطه بسيطه. بتعملوها ازاي؟ انتوا اتعلمتوها ازاي؟ لان انتوا علمتوها لنا. بصي هو كل شخص، كل واحده غير الثانيه. يعني مثلا انت بتحبي تبقي بسيطه، حتى وانت بيتعمل لك الميك اب اكيد بتفضلي ان يبقى مش حاجه اوفر. انت يعني بتقولي له انا عايزه ميك اب، انا عايزه كذا، عايزه حاجه خفيفه. وبعدين انا برامجي كانت كلها شارع، يعني ما بين النجده ما بين ريبورتاج ما بين، فكانت كلها عمليه الفورمال جوه الاستوديو جوه الشيفت. وبعدين تتنقلي من البرامج دي اللي هي ريبورتاج والشارع وتطلعي بقى سلمه ثانيه. ذات رابط او البرامج الثانيه، السهرات اللي حضرتك كنت بتعمليها، تدخلي على سهره السبت بقى اللي هي كانت يعني، وبيخرجها فتحي عبد الستار. حد فطبعا كان وقتها حاجه كبيره جدا، كان رئيس المنوعات طبعا. فطبعا دي كانت نقله بقى ثانيه، نقله جامده. دي دعمت فيها بالورق الحقيقي بقى، بالمعلومات الحقيقية. مين كان بيكتب اللي كان عبد العاطي هو اللي بيكتب، هو اللي بيكتب. ما اسمه ما بيتحطش. ليه؟ لا يعني هو بيديني سكريبت، بيكتب لي انا، بيديني سكريبت قوي قوي قوي، يعني انت فوق مقدرتك وبتتعلمي بقى وتقعدي تذاكريه. بذاكره ده انا بنام والورق في ايه. انت في السهرة كان اونير، وكنت بتعملي حوالي 16 معلومة، كل معلومة صفحة ونص فلوسكاب، وما فيش يعني ما فيش، انت بتقولي ما فيش اوتو كيو ولا اوتو كيو، فبنحفظ بنحفظ ولازم تقولي من جواكي. فلا لا كانت، بصي بنام وبقوم وباكل. بتذاكري طول الوقت، الورق في تلميذه طول الوقت، وتأديه قدام المرايه زي ما واقول لنفسي واسمع لنفسي طول الاسبوع لغايه ما اجي اليوم السبت، ويبقى كاتبه ورقك ومحافظاه وعايله انت تعمل. لا بياخد مجهود، لازم تاخد طيب مجهود. من العناوين برضو الملفته كانت وقت ما حضرتك بتشتغلي فاطمه الكسباني اول مذيع تدخل العريش. كان ايام النجده، كنت بعمل النجده، وكانت طبعا ما فيش احنا يعني جه اليوم اسم شرطه العريش هيستلموا الشرطه المصريه. الله دي حلوة. من الشرطه الاسرائيليه. فيومها يعني انا ما صدقتش، قالوا لي بقى يومها في الداخليه احنا هنسافر بكره في الـ في الـ في الـ مع قول الشرطه، قول بقى اللي انت عارفاه بيبقى قول كبير ومعاه عربيات من الجيش، كان قول ضخم يعني. وانا البنت الست الوحيده كانت جوه القول ده، وكان رئيس، شوفي انا فاكره كرئيس القول الشرطه ده اسمه اللواء السماحي. يعني كان فظيع الراجل ده، كان عامل زي ابويا، كان محوط عليكي وخايف عليك. هم دايما شغلهم مع لو في مذيعه في الموضوع لازم تبقى هي الاولويه. مش ممكن. وطلعنا كل مشينا بقى ايام في القول ده احنا جوه العربيات، لان من هنا العريش في الطريق. لغايه ما وصلنا، طب احنا لحد ما وصلنا عشان وصلنا نشوف هناك ازاي هم استقبلوك في العريش، اول تلفزيون او اول كاميرا توصل لهذا المكان. اكيد كان حدث كبير، ولسه عندنا اسئله كتير وذكريات حلوه كتير مع الايقونه الاستاذه فاطمه الكسباني بعد الفاصل.
جت تحيه مره ثانيه لكل المشاهدين وضيفتنا اللي احنا سعداء جدا بوجودها معانا النهارده استاذتنا الاستاذه فاطمه الكسباني منورانا. وقفنا عند لحظه ما حضرتك رحت العريش اول كاميرا التلفزيون تروح العريش تدخل العريش. بصي انا فاكره اول ما احنا كنا طالعين في كاميرات في العربيات الشرطه، فطبعا اول ما وقفت العربيه قبل ما ندخل انت مش هتصوري، لقيت العرايشيه الستات بيفتحوا الباب وبيوطوا يبوسوا ايدك، مصريه مصريه، وبيبوسوا الايد والرجل بتوطي. ما شافوش مصريه، ما فيش اول يعني مصريه شافوها. ودخلنا هناك وبعدين المفروض بقى ان احنا هنستلم قسم شرطه، لان طبعا تبع برنامج النجده، قسم شرطه العريش من من اسرائيل، من القوات الاسرائيليه، ونطلع العلم المصري وننزل العلم الثاني. دي يعني وقت غير طبيعي، ذكريات غير طبيعيه. فدخلنا هناك يوميا، وصلنا على قبل اخر النهار، فقالوا يومها نعمل بروفا، يعني نعمل بروفا لبكره للجنرال عشان تحريك الكاميرات ونظبط ازاي ورفع العلم ونزول العلم واحنا في البروفا صورنا كل حاجه كانها لايف، كانها هتحصل بكره. وصورناها ورفع العلم ونزول العلم ونمنا يوميها، وصحينا تاني يوم ما لقيناش خالص حد من القوات الاسرائيليه موجود. فكان ذكاء المخرج يومها الحقيقه كان احمد بدر الدين، انه يصور البروفا، يصور البروفا كامله، التسليم والاستلام ورفع العلم. هم سابوكوا ومشوا عشان عرفوا ان هم هيطلعوا هوا، فقرروا ان هم ما يطلعوا. ميزه ان انت بقى معاكي مخرج هو مخرج دراما كمان طبعا، فيعني طبعًا. عمل سنبل بعد المليون وعمل حاجات كتيره جدا. استاذه فاطمه، من ضمن برضو الحاجات اللي اتسجلت لك في التاريخ بتاعك، وانت عندك حاجات سياسيه مهمه جدا في تاريخك، انك انت نقلتي على الهوا زياره الرئيس انور السادات للكنيست. مظبوط. حضرتك كنت في التلفزيون وهم جابوا الشاشه وطالع مذيعه شيفت، كنت يومي. انت ما كنتيش تعرفي، انت كنتي ربط عادي. عادي، ربط عادي، وبقدم والان مع كذا ومع كذا عادي. لغايه ما بلغوكي الرئيس. لغايه ما يومها قالوا لي هتنقلي. استعديت ازاي بقى؟ يعني كتبت ايه؟ قريتي ايه؟ استعديت لا ازاي؟ لا هم نزلوا لي يعني كتب ورقه، نزل اخبار ما كانش فيه، كتب لي ورقه قال لي هننتقل الان الى اذاعه خارجيه من القدس لزياره الرئيس محمد انور السادات، يعني كانت ورقه مكتوب هتنقليها على طول دلوقتي، المفروض ان الاخبار هي اللي بتنقل، لكن هما نزلوا لي الورقه قالوا لي انت اللي هتنقلي. اعتقد بعد كده بقى الاخبار يعني كملت، اخدت تيك اوفر. بس هما عاده في حاجات بيبقوا مهتمين قوي بالفجر اللي هيطلع يقدم اللي الحدث، اللي هتقدم الانتقال. فطبعا دي كانت بالنسبه لي، بصي انا كانت دقه قلبي اعلى من دقه الميكروفون، اللي كان الميكروفون كده ما كانش بيتعلق، فكانت ساعتها دقه قلبي دي حاجه تانية. وبعدين انت شايفه كواليس بقى على الشاشه، على المونيتور، على المونيتور، فطبعا انت قلبك بيدق، لان شايفه رئيس الجمهوريه رايح هناك، وكان الوضع يعني غير مستقر كمان، تحسي ان قلبك بيدق. يعني فضلتي قاعده قد ايه في الهوا؟ لان انت بتقدمي وممكن تطلعي تقعدي في الاوضه الاستراحه. لا لا لا، فضلتي قاعده في الهوا، ما اتنقلتش، ما اتنقلتيش. لا 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 لا، لغايه ما دخل واستقبلوه ونزل طبعا، يعني وكل ده الستاند باي، الاستوديو كله شغال وكله بستاند باي. طيب على ذكر الرئيس انور السادات، من الحاجات برضو اللي اتنشرت في الصحافه شاهد سياده الرئيس وهو بيؤمر برعايه الفنانين. حضرتك عملتي حلقه شافها رئيس السادات او ريبورتاج شافها رئيس السادات وتفاعل معاها وعمل قرار على طول، كانت ايه الحلقه؟ اللي هي انت يعني كنت بتتكلمي عن ان الفنانين محتاجين لدعم، وما كانش في قانون غير دلوقتي، يعني كانش في قانون بالظبط، كانش في النقابه، وما كانتش النقابه مفعله بدرجه كبيره. فكنت بتتكلمي على الامتيازات المفروض ياخدوها الفنانين عشان خاطر
ده حقهم. ده ريبورتاج، ده كان برنامج من كان برنامج ريبورتاج كان اللي بيعده عبد العاطي برضه، وتشاف وتشاف قد ايه احنا كنتوا متشافين. لا لا كانت كل حاجه بتتقدم كانت متشافه بصراحه. انا كنت حاسه كده يعني، كل حاجه بتقدميها بتلاقي رد الفعل. كنت بتنزلي الشارع في وقتها، كان الناس تبقى عارفاكي، بتقف تتكلم معاكي؟ بصي انا اول ما الناس عرفتني لفتره طويله جدا ما كانوش بيقولوا لي فاطمه مذيعه النجده. والله عشان برنامج النجده 122 انا فاكره كويس قوي يعني. انا فاكره كان عبد العاطي الله يرحمه قال لي كلمه، قال لي اول ما بدينا نشتغل النجده قال لي بصي انا هخلي الناس، بجد انا فاكراها، هخلي الناس تعرفك من خلال برنامجك مش انت. انا بتمشي في الشارع يقولوا لي النجده مذيعه النجده مذيعه النجده، فطبعا يعني كانت لان كان له سبق تاني. كنتوا متشافين وكنتوا واخدين وقت وكان بينزل حملات. انت بتنزلي في وقت يعني في اخباريه في سرقه معينه، بتنزلي مع الشرطه وقت السرقه، بس تشغل 24 ساعه غير ال 24 ساعه بتاعت الربط. انت جاهزه لان احنا بيطلع من عندنا كاميرامان، كان عفيفي كاميرامان شولدر، وانا وهو وبس، وعربيه شرطه تاخدنا رايحين هنا بقى نكتشف سرقه، رايحين عزمة القرود نهدها، رايحين البطنيه. بس كنت بتروحي برضو اماكن الطف من كده. السيده جيهان السادات اختارتك ان انت تقدمي فرح جمال السادات. حصل. كان عندك علاقه خاصه بالاسره وبنحييهم كلهم الموجودين منهم، والف رحمه ونور لروح السيده جيهان السادات. طبعا. كان عندك علاقه خاصه لا. بيهم؟ انا فوجئت برضو. انا كنت بقدم يوم الحد المفتوح على الهواء، على الهواء اليوم المفتوح، اليوم المفتوح فكان بياخد 7-8 ساعات يوم الحد، فكنت بقدمه لقيت تليفون الرئاسه. حاضر مين كذا، انا افتكرت حد بيعاكس، هو كانش فيه موبايلات، لازم تخش التليفون بتاع الاوضه الكنترول. ادخل قفلت السكه مره، قفلت السكه اتنين، وبعدين لقيت الاستاذ سامي ابو النور الله يرحمه كان ماسك المنوعات ايامها، فلقيته بيكلمني في الاستوديو قال لي انت بتقفلي السكه ليه؟ الرئاسه طالباكي عشان تقدمي حفله زفاف ابن رئيس سادات جوه القصر. فقلت له انا افتكرتها معاكسه. قال لي لا لا خلصي وتعالي عشان انا اللي هروح، عشان هو هيخرج الحفل. احساسك بقى كان عامل ازاي؟ واحكي لي الكواليس كانت عامله ازاي؟ يعني انت هتقدميها للضيوف اللي كانوا موجودين؟ مش هو لانه كان لا 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 انت للضيوف للناس. الفرح كان بيبقى حفله. فاكرة لما كنت بقول لك انا كان نفسي الحفلات دي ترجع تاني، مسرح وناس بتغني وناس قاعده، حفله محترمه وقاعدين ولا راس ولا اي حاجه تانيه، لان انت رايحه بيت الرئيس. ايوه. وبعدين بالنسبه لي يعني جديد عشان تحضري، وانا لسه برضو ما كنتش بقالي كتير يعني. عشان تحضري لبس ايه والموقف ايه؟ انت حضرتك لا ده الصوره. لا الصوره اللبس اوكي، لكن اللبس اوكي، لكن انك تروحي يعني تحضري بقى. خدي بالك برضو اسكندريه كان اللي فيها جريج وبتاع، فاحنا كان لبسنا الامود يعني قوي في اسكندريه. فكنت اروح احضر الفستان هناك واجيبه عشان خاطر احضر بيه الحفله. تعمليه في اسكندريه؟ اسكندريه بقى كان الامود، ما كانش بقى كان كنت بتبقي فارقه لما تيجي القاهره. كان احمر وكان كبير وكان كده، وكان فيه ورده هنا اهو. ده الموضه دلوقتي. دي عارفه برده موضه. قعدتي مع سيدة جيهان سادات في مين هيطلع قبل مين؟ لا. يعني كان في حوارات ولا لا لا كان كله تحضير المخرج، كان سامي ابو النور الله يرحمه مدير المنوعات هو اللي حضر الحفل. لا ما قعدتش معاها، بس كان مين غنى في الحفله؟ يعني انقلي لنا كده اجواء الحفله. بصي كله يعني فايزه الله ورده الله فايزة وردة عبد الحليم فايزة وردة نجاة كان عبد الحليم كان رحل وقتها؟ لا عبد الحليم ما غناش في الحفلة، ما جاش. كل واحد بقى بياخد ايه ساعة؟ كان لسه عايش، الأغنية كان لسه موجود في حفلة الزفاف.
مش عارفه كان لا انا موجود بتهيألي لا، لان انا شفته موجود. لو كان في موجود حفله كان جاي، لان شفته في حفله بنت من البنات موجوده حتى على السوشيال ميديا. دي كانت حفله جمال. لا ايوه حفله جمال، واضح ان كان كل واحد كان بيغني اغنيه ولا ورده كان بيغني صباح وديع الصافي يعني. لا لا كان كوكتيل ومعروف هيطلع على المسرح كذا، هيقول الجزء الفلاني كذا يعني عارفه. كان على كان طول حاجه مرتبه. نجوى فؤاد كانت هي اللي بترقص. لا لا كانت كانت. طب ده يخليني اقول برضو ان انت كنت من الناس المحظوظه انك قدمتي اخر حفله لعبد الحليم حافظ قارئة الفنجان. ده حقيقي. دي الحفله اللي هو اتخانق فيها؟ لا مش دي، انا قدمت الحفله اتخانق فيها. اللي هو اتخانق فيها. اللي اتخانق فيها وجابوا له الكفن وجابوا له اما اتنرفز ساعتها وقال لهم انت قال لهم انا بعرف اصفر تقريبا. بالظبط هي دي اخر حفله قدمتها له كانت. انت كنت فين؟ قابلتيه وقتها؟ قابلته. لان انت حضرتك بتتكلمي طيب. انا اللي كان بيخرجها كان مخرج احمد عزت الله يرحمه، كان رئيس المنوعات، والمساعد بتاعه كان احمد رأفت. دول كانوا عمالقه يعني. طبعا. فكنت كل يوم بروح انا والاستاذ احمد عزت بيت عبد الحليم لمده شهر. ليه؟ لمده شهر ترتب. نقعد كده بصي نقعد ونسمع البروفا، وبين البروفا وهو بيعمل بروفا مع فرقه احمد فؤاد حسن تقعدي تقولي له، تقعدي معاه كده 5 دقايق عشان يقول لك انت هتقولي الحته دي في الكوبليه، انت في الحته دي هتقولي كذا، اقري لي كده السطر اللي انا قارئه الفنجان، اقري لي الحته دي وقوليها لي. شهر يعني انت حضرت شهر من البروفات هو كمان بيعملها كله، دي مترتبه معاه كل حاجه، هتقولي كذا هتقولي كذا هتقولي كذا، وتقعدي بقى تقعدي بقى بالست وسبع ساعات تحضري. ما عشان كده الناس دي فضلت نجوم عابره يعني للاجيال وللزمن يعني. كانت جميله لغايه ما طلعنا بقى المسرح يوميها وقدمت بقى حفله شمال. حصل ايه لما حصلت الزوبعه دي؟ انت كان كنت فين ساعتها؟ اللي هي لما الناس غلسوا عليك على المسرح كنت موجود. انت عملت ايه بقى؟ لا مش عملت ايه، ما هي فضلتي قاعده بقى استنبار. انت موجوده بتقدمي وبتبقي في الجنب موجوده. لا مفيش قدروا يعملوا كنترول عليها. هو لما خرج لا بعدها كان زعلان؟ مش زعلان، كان متضايق جدا جدا، بس يعني بس هو عنده سيلف كنترول قوي بصراحه، لانه كمل احنا قعدنا لغايه 5 الصبح يغني. الحفله 5 الصبح. 5 الصبح من كام لكام بقى؟ خارجين من حوالي الساعه 10، من 10 ل 5 5 ساعات خارجين والدنيا نهار. واو. النهار طلع بس هو عنده سلف 7 ساعات يعني. ما علقش، ما قالش حاجه، ما لا لا ما فيش كلمات. خدي بالك كان في احترام حتى للكلام اللي بيتقال. ما كانش فيه يعني انه يتهكم على حاجه. وهو الجمهور انقلب مره لكن ما انقلبش تاني خلاص يعني، حصلت المره دي وخلص. خلاص هو وقف قال اكمل خلصت. مين اللي كان عامل فيه القصه دي يعني؟ قالوا ساعتها ان في حد بعت حد. ما هي كانت بقى كان منافسة يعني. بين ال بصي هي منافسة فنية. طب مش هتقدري توصلي للكواليس. دي كان أول مرة تشوفي فيها عبد الحليم حافظ؟ إحساسك كان عامل إزاي؟ لا أنا مش كان إحساسي، أنا ما كنتش مصدقة نفسي. أنت مش يا بختكم. أنت مش مصدقة، أنت بتروحي تقعدي كل يوم كده في جنب وبتشوفيه، وبعدين بعد ما بيقعد بيجي يقعد معاكي يراجع. ويومها انا فاكره الحقيقه يعني فاكره قال لي لفي كده وريني وشك، ف يعني قال لي انت حد قال لك انك تشبهي لي؟ فانا ساعتها قلت له لا يعني ما هتمثلي بتمثلي. قلت له انا لسه بقى انا لسه يعني حسن الامام قعد يتحايل عليكي. حسن الامام جالي لغايه التلفزيون بصراحه كان بيقول لك مثلي، وكان عندنا تجربه استاذه نجوى ابراهيم. ليه ما قررتيش ان انت تكملي؟ انا ايامها كنت متجوزه، وجا عبد العاطي بقى ايامها قال لك لا، قال له يعني حياتها التلفزيون بس ما فيش التمثيل. بس طب يعني لو ما كانش استاذ عبد العاطي جوز حضرتك والصحفي الكبير الله يرحمه اعترض، كان ممكن انك توافقي؟ مش عارفه
يعني اصل بصي هي هي كلها مغريات يعني، بس انت كنت وصلتي لدرجه معينه، انت يعني ليكي بيت وليكي اسم وليكي برضو، يعني احنا مش عارف المجتمع وبعدين هو قال لك، قال له لا. طب انا بيستوقفني استاذه فاطمه الحياه دي كلها اللي مليانه حاجات جديده بتتعمل لاول مره، يعني اول مره بتطلعي تسلمي او يترفع العلم على اسم، اول مره تقدمي كمذيعه، الحياه في التلفزيون كانت مختلفه خالص حتى عن لما احنا دخلنا، احنا كنا اخر جيل دخلنا خساره. مش الحاجات دي ما بتوحشكيش دلوقتي وانت بتتفرجي على التلفزيون وانت بتتفرجي على اي شاشه مش مهم التلفزيون المصري، ما بيوحشكيش؟ طبعا بيوحشني. بصي الكاميرا دي عشقي، يعني انت سنوات نايمه قايمه بال 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 بتشوفي بكره هتقدمي ايه، يعني بتخرجي من دي من برنامج لبرنامج لسهره السبت بمعلوماتها لمده سنوات. انت بتقدمي اخر شغل لمدير المنوعات فتحي عبد الستار في سهره السبت واللي بيكتبه عبد العاطي، يعني فطبعا في توازن فظيع يعني. حتى وبعدين في فتره من الفترات انا كنت يعني بقول الكلام سواء لعبد العاطي او لمدام ساميه صادق كمان. ساميه صادق كانت بتكتب لحضرتك؟ انا عندي سكريبتات كلها معظمها كتير يعني كانت عارفه تقعدك وبتقولي كذا، فطبعا يعني تحفظك يعني تقولك او تحكي لك تسمع مني. تسمع انت هتقولي ايه من الكلام اللي هقول الكلام اللي هي كاتباه، كانت بتكتب روائع طبعا. فانت ما بين عبد العاطي وما بين مدام ساميه انت يعني مش هتعلي، ده انت هتعلي هتعلي، انا بتكلم جد هتعلي هتعلي. وبعدين كل ما ترجعي بقى السهره كانت هوا. انا فاكره ان كان مصر حماها الله اللي عملها عبد الوهاب اول مره تنزل، يعني كان السبق لفتحي عبد الستار في الحاجه بتاعته لما بتنزل عمل اخراج عشان هو اللي بيخرجها، هو مصر حماه الله اول مره تنزل واول مره عبد الوهاب يدخل معانا مكالمه تليفونيه في الهوا ويتكلم في كذا كذا. يعني بصي انت يعني انت الحياه دي هو الحلم بالنسبه لنا. لا جميله، وبعدين بتطلعي من خطوه لخطوه لخطوه لخطوه، يعني مش بتطلعي مره واحده. فطبعا لا بس عايزه تحبيها. طب شوفي زي ما انت بتحبي شغلك كده، زي ما سوير بتحب شغلها قوي. احنا اتعلمنا منكم بتحبوا الشغل، دي مهمه. طب انا عارفه ان في الوقت ده في التلفزيون كنتوا اقوى مذيعات موجوده في الوقت ده، يعني انتوا الجيل اللي قبل كده واللي حضراتكم واللي داخل وفريال صلاح ونجوى كلكم كنتوا موجودين، كنت عاملوا ازاي مع بعض المنافسه؟ احنا دخلنا المنافسه ما كانتش بتضطر ان انتوا شويه يعني لا بصي كل واحده كان لها لون. احنا ما دخل بس ما كانش العدد كبير كمان ما تنسيش، بس كنتوا اقوياء جدا. كنا اقوياء، دخلنا اقوياء وكانت يعني لا دخلنا اقوياء، وكان في بقى يعني ما انت حسب المسيره بتاعتك، يعني انت بتدخلي المفروض احنا كان لنا وقت نعمل شيفت المفروض لمده مثلا سنه، لمده سنه شيفت بس. انا بعد شهر او اتنين كنت بعمل برنامج النجده. فطبعا كان في حظ مع بس كلكم لما بتتقابلوا في الاوضه يعني فكره العدد الصغير كل واحده فيكم لها بصمه، لها بصمه ولها حته لوحدها ما حدش بيتعدى على التاني. والاوضه اوضه المذيعات انت حافظاها يا بوبي، بس وقتكم كان حلوه، كانت جميله، كانت جميله جميله. يعني انت قاعده انت نجوى فرياله من الله يرحمها ما كانت تيجي، كان يعني مجموعه لا كنا قليلين ما كانتش، وكل واحده مركزه في اللي هي هتقوله. خدي بالك من دي، احنا سعداء جدا ومحتاجين حوار تاني بقى مع حضرتك عشان احنا لسه ما شبعناش ولسه عندنا ذكريات كتير، فبس سعدنا جدا بوجودك وأناقتك.
ميرسي وجمالك. ميرسي اشكرك. شايفين الاناقه والجمال ويعني والرقه وكل حاجه حلوه وطريقه يعني. الكلام والشياكه وال اقول لك ايه، يعني انت جميله انت يعني ده انت احنا شرفنا ان احنا كنا الجيل اللي حضركم ولو كده يعني. هي كبيره جدا. هي لا هو جيل تعب، جيل تعب يعني، وعمل خطواته فطبعا دي مهمه دي ومهم جدا ان حضرتك كنت معانا النهارده. سعداء جدا وشاكرين وممتنين وكل الحب دايما. اشكرك جدا. ميرسي اشكرك. اشكركم. شكرا. لسه حلقتنا مكمله، نشوفكم بعد الفاصل. تاني لكل المشاهدين، وزي ما شفنا في الأغنية لازم يكون عندنا أمل ولازم نتمسك بالأمل، والمتمسكون بالألم علشان خاطرهم في مركز كامل بيشتغل على الحلم ده وعلى الأمل ده إن هو يتحقق، وعندهم كلام كتير وعندهم حكايات كتير ومعلومات كتير. ومنورنا منهم النهاردة دكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري وتأخر الإنجاب بمركز رويال للخصوبة. منورنا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضراتكم، وأنا اتشرفت التواجد معاكي يا أستاذة مفيدة، أستاذة صغير، وكل مشاهدينا اللي بيسمعونا دلوقتي، إن أنا اتشرفت بالتواجد معاهم وبمركزنا اللي هو بينقل باب أمل في حاجة مهمة جدا وتهم كل زوجين، اللي هو باب الخلفة. إن الناس المتأخرين في الإنجاب، إحنا عملنا حلقات عندنا مخصوص لحاجة اسمها المتمسكين بالأمل. أوكي. المتمسكين بالأمل دي عبارة عن حكايات حقيقية عن شخصيات قوية. الشخصيات القوية دي يعني أنا بكلم مشاهدينا اللي بيشوفونا وبيدوروا على الإنجاب، هم ناس زيكم بالظبط، كان حلمهم بسيط، هو حلم الأمومة وحلم البحث عن طفل والإنجاب. حاولوا مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما دوروا وبقوا ورا حلمهم وحققوه. في منهم حضرتك اللي اتأخر 5 سنين، وفي 10 سنين، وفي 20 سنة، وفي ناس اتأخرت 37 سنة. طب دكتور أحمد، الناس اللي بتتأخر زي ما حضرتك بتقول في أوقات بتفقد الأمل، بس انتوا في المركز لا بتحطوا لهم بلان، فانا ممكن اعرف ايه هي الخطه اللي بتعملوها عشان يفضلوا الناس دول عندهم الامل حتى لو اتاخروا بال 10 وال 17 سنه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ الاول اهم حاجه عندي ان انا اشخص صح، يعني انا كطبيب عندي في المركز اولا لازم اقابل المريض اشخصه صح، اقابله بابتسامه حلوه، لان المريض ده جاي لي متاخر فترات طويله، عنده ضغط نفسي رهيب سواء من التأخر أو كلام المحيطين. حضرتك عارفة اللي بيتأخروا في الإنجاب بيبقى حوالين كلام محيطين كتير. بعد ما قابلته أبتدي أخد تاريخ مرضي كويس للمريض، أسمعه كويس وأخد تاريخ مرضي كويس للمريض بتاعي. خدت تاريخ مرضي كويس للمريض بتاعي، أبتدي أبحث في كل نقطة. أنا يعني بقول الناس اللي عندهم مثلا الفشل المتكرر للحقن المجهري دول عاوزين معاملة خاصة وعاوزين اهتمام أكثر دقة. طبعا هتبقى ضغط نفسي وفلوس، ضغط نفسي والناس صرفت فلوس قبل كده وعندهم يعني دخلوا المحاولات دي أكتر من مرة سابوا بالإحباط. عاوز يسمع منك المريض ده
ثلاث نقط. اولا انت هتساعده ازاي في المحاوله الجايه اللي هتساعده فيها. ثانيا هل في سبب فشل للمحاولات السابقه؟ يعني حضرتك شخصت سبب الفشل؟ عاوز يسمع منك كلمه امل في بكره ان ربنا يكرمه ويوفقه. طبعا. احنا دكتور انت قلت في حاله 37 سنه. احنا عندنا يعني قبل الحلقه اتكلمت مع حضراتكم ان عندنا بعض الحالات الصعبه قوي اللي احنا نظرناها. كان عندنا راجل يعني انا بتذكره لحد هذه اللحظه اسمه الحاج صبري. الحاج صبري ده قعد 37 سنه بيدور على الخلفه. 37 سنه عمل 19 مره حقن مجهري. اخر مره المحاوله 19 دي كانت عندنا احنا في المركز. عمل في مراكز كتير قوي تقريبا لف مصر وخارج مصر. وهو راجل على فكره مش مقتدر قوي زي ما حضرتك فاكره، بس كل شويه يجيب فلوس ويحاول، يجيب فلوس ويحاول، فضل يحاول لحد ما ربنا كرمه في اخر محاوله وزوجته عندها 46 سنه. تخيلي حضرتك هي طلعت بويضه واحده وبحيوان منوي واحد عملوا جنين، واحنا قلنا لهم ان نسب نجاحك لا تتعدى 1%، وسبحان الله 1%؟ 1%، وربنا أراد في المحاولة دي إن ربنا يكرمه ويجيب ولد وسماه أحمد على اسم يعني عرفنا بالجميل. فأنا الراجل ده أنا بعزه جدا وبقول له إن أنت ربنا مديك حاجة من اسمك الحاج صبري من الصبر، الصبر السنين الطويلة دي. حالة تانية برضو أنا أتذكرها كانت جاية لنا من مركز آخر، قالوا لها ما عندكيش فرص في الإنجاب تماما وروحي تبني طفل. ليه؟ حالة كان عندها أورام ليفية متعددة، كان عندها ضعف مخزون شديد للمبيض. ودي بتقابل ناس كتير. بدأنا نشوفها كتير في الفترة الأخيرة دي. إحنا يعني كان الحالة دي كان حد من عائلتها بيتابع عندنا، قال لها طب روحي للدكتور يمكن يعني يكون في أمل. الحالة كانت جاية لنا محطمة فعلا من الكلمة اللي سمعتها. الحمد لله اجتهدنا، بدأنا نشوف المحاولات السابقة عندها، بدأنا نشوف وضع المخزون ده، واقترحنا عليها نمشي بنظام اسمه الباسكت او التجميع. هي ما بتطلعش الا بويضه واحده في الدوره، وانا نفسي ان يبقى ليها اكتر من جنين، وعاوزه اسويها بالمريضه اللي عندها اجنه اكتر وبتزرعهم عشان ازود فرص الحمل. قلنا لها هنجمع معاكي على اكتر من دوره، وفعلا على 3 دورات جبنا لها 3 اجنه، بقينا ننشط ونسحب ونجمد، ننشط ونسحب ونجمد. وبعد كده تعاملنا مع الاورام اللي فيا بعد ما ضمنت ان عندي اجنه بالمناظير، لان دلوقتي بقى عندنا مناظير متقدمه، ما عدناش بنفتح جراحات زي زمان، دلوقتي عاد المناظير بتحل مشاكل كتيره جدا. جبنا الاجنه دي بعد ما تعاملنا مع الرحم وجهزناه تماما وزرعناها، وسبحان الله النهارده معاها طفلين. عندهم يمكن من اوائل الناس اللي دخلوا عندنا في المركز عندهم 6 سنين دلوقتي. فسبحان الله من مريضه اتقال لها عمرك ما هتحملي، للنهارده بنقول لها لا بفضل الله واجتهادك، حتى كان نسب نجاحك ضعيفه جدا واجتهدنا وعملنا اللي علينا. بالتخطيط واضح يعني ان انتم بترسموا خريطه لكل مريض، مش ماشيين زي كل الناس، كل واحد اهو جماعه يعني العلاج الجماعي، لا فلانه دي تنفع لها الخطه دي، علانه ده. وده اللي انا بقى بقول لحضرتك، وده تميزنا في المركز. انا دلوقتي الحاله اللي جات لي فشل متكرر دي، أنا بقول لها تعالي ندور في أسباب. الأسباب أنا بقسمها أسباب خاصة بالزوجة، أسباب خاصة بالزوج، أسباب خاصة بالجنين اللي هزرعه. الزوجة، هي الزوجة عندها جهاز تناسلي في رحم ومبيضين وقنوات فالوب. الرحم نشوف الرحم ده من جوه في أورام ليفية، في لحميات، في التصاقات. لو لقيت حاجة من دي بشخصها بأشعة ثلاثية الأبعاد، وده موجود عندنا في المركز، والميزة عندنا إن إحنا عندنا كل الخدمات داخل المركز. وبشخصها بحاجة تانية اسمها منظار رحمي. مانوفر حضرتك ما بياخدش أكتر من 2 لـ5 دقايق وهي متخدرة. بس على قد ما مانوفر بسيط قوي كده بيساعد في حل مشاكل كتير زي ما أنا قلت لحضرتك داخل الرحم. يعني اللي عندها لحميات، الرحم ده الأرض اللي بيتزرع فيها. لو انا جيت زرعت في المكان ده واللحميه دي موجوده ما يلتصقش الجنين في الرحم. يعني حضرتك بتشيل اللحميه الاول قبل ما تعمل؟ بشيلها واجهز الرحم ده كويس عشان يبقى جاهز لاستقبال الجنين. لو عنده ايه الحاجات التانية اللي حضرتك بتعملها عشان يبقى الرحم جاهز لاستقبال الجنين يمنع مرات الفشل السابقه؟ انا بجهزه بالمنظار الرحمي ده، بعمل اثناء حاجه اسمها خدش لبطانه الرحم، دي بتساعد انه يستقبل افضل.
اطمن على الدم اللي بيوصل له بعد تحاليل للسيده اسمها الاجسام المضاده، اطمن ان الدم بيوصل للرحم ده كويس، مفيش حاجه تقلل وصول الدم للرحم ده وبالتالي الجنين ده يقدر ينمو. اطمن على بعض التحاليل الجديده دلوقتي، تحاليل المناعه، ان ما عندهاش حاجه في جسمها تهاجم الجنين ده لما يخش جوه الرحم. حاجه اسمها طفرات بدات تظهر، بدانا نشوفها في المؤتمرات الاخيره. احنا تقريبا بنسافر كل سنه من 4 لـ5 مرات في اوروبا وامريكا عشان ناخد كل جديد عندهم وننقله لمرضانا هنا. عشان كده بفضل الله تعالى هنا في مصر بفضل الله نسب نجاح الحقن المجهري عليت، وهنلاقي الاطباء المصريين بقى بيزورنا كتير من خارج مصر، سواء من السعوديه، الامارات، الكويت، ليبيا، العراق، الاردن، كل الناس دي بيزورونا يتعالجوا عندنا هنا، واحنا كمان فتحنا لهم فرع خارج مصر في ليبيا. دكتور احمد، ايه هي الحالات اللي للاسف ممكن تقابلوا فيها المريض الست والراجل وتقول لهم احنا اسفين بس دي من المستحيل انكم تحملوا، ولا ما فيش خلاص الكلمه دي؟ هو طبعا كل حاجه باراده ربنا طبعاً سبحانه طبعاً وتعالى، بس هو المستحيل في الحاجات الخلقيه. بمعنى واحده من عند ربنا اتولدت ما عندهاش مبيضين خلقيا كده، زوج عنده انعدام حيوانات منويه ودورنا في الخصيه دي اكتر من مره وما لقيناش حيوانات منويه، فانا مش هقدر اساعده اكتر من كده لان خلاص ده طرق الطب عندي بقت مستحيله. تخيل ان في حاجه من المستحيلات دي كانت موجوده، اللي هي الناس اللي ما عندهاش رحم بقى لهم حلول النهارده. بقى في حاجه اسمها زراعه رحم، اتعملتش في مصر لسه بس اتعملت خارج مصر 3 عمليات، في منهم عمليتين نجحوا والسعوديه حلتها، لان الرحم هو وعاء بيستوعب وليس بيحمل الجينات، الجينات محموله على البويضه والحيوان المنوي، هي دي اللي بتحمل الجينات. تخيلي انا ما كناش نتخيل ان ممكن نعمل زراعه رحم زي ما بنعمل دلوقتي زراعه كلى وزراعه كبد، يعني زراعه الاعضاء. فالطب كل شويه بتطور. انا الزوج مثلا اللي جاي في الفشل المتكرر كان بيعمل تحليل عادي اسمه تحليل السائل المنوي عشان يشوف عدد وحركه وتشوهات، طلع تحليل احدث اسمه تكسير ماده وراثيه في راس الحيوان المنوي. لما اكتشفنا التحليل ده لقينا ان في ناس الزوج يجي يقول لك ايه، انا تمام خلاص مش اتعملت تحليل تمام، شوف بقى زوجتي. لا، نقول له لا مش تمام، تعالى بقى في تحليل احدث، ساعات نلاقي فيه مشكله يكون هو السبب في الفشل. الجنين ده اللي بنزرعه جوه الرحم بدأنا يظهر أجهزة حديثة عندنا تساعد على التصاقه أكتر بالرحم. ليزر للأجنة، بناخد فتحة في جدار الجنين نخليه يلزق أكتر في الرحم. مادة اسمها صمغ الأجنة أو لاصق الأجنة بتزود التصاقه في الرحم. بدأنا ننقل أجنة في يوم 5 وبدرجات عالية، وده فاد ناس كتير وزود نسب النجاح. بدأنا نفحصها وراثيا، يعني في ناس مثلا كان مشكلتهم إن الجنين مش سليم عشان كده ما بيلتصقش بالرحم، وده مش فاد المتأخرين في الإنجاب بس، لا، اللي عندهم مشاكل عائلية أو مشاكل وراثية في أجنة قبل كده بدأنا نستثني الأجنة دي ما دخلناهمش في المشكلة. أو الناس اللي بتدور على تحديد النوع، ودي من المشاكل الاجتماعية برضو، إن الست تقعد تخلف مرة واثنين وثلاثة وعشرة عشان خاطر تجيب النوع اللي هي عايزاه الولد مثلا، وللاسف كل مره جه البنت. بس انتوا مركز بقى مشهور في حته تحديد نوع الجنين، بس طبعا باراده ربنا سبحانه وتعالى، ان انا دلوقتي قبل ما ازرع الجنين جوه الرحم بدات افحصه وراثيا واعرف مين الولد ومين البنت واختار الولاد مثلا وازرعهم او البنات على حسب النوع. حضرتك دي تخيلي ان هي عالجت بيوت كتير كان ممكن يحصل فيهم مشاكل بسبب ان هي بيدوروا على النوع ده. حضرتك عارفه في الوطن العربي الى حد ما بيميلوا ان هم عاوزين نوع تاني. انا واحده مثلا متجوزه وعندها 3 4 بنات نفسها في ولد، او العكس عندها 3 4 اولاد نفسها في بنت، تعرض نفسها انها تحمل مره واثنين وتفتح قيصري مثلا، لو هي بتفتح قيصري وتعرض حياتها للخطر عشان تقعد تدور على النوع. طب انا عايز اسال سؤال دكتور احمد، انتوا النهارده لما بتوصل ان الحمد لله الجنين بيبقى موجود في الرحم وبيلصق فيه والحمل بيبقى الحمد لله مكمل، هل بيبقى فيه متابعه لدكتور النساء من خلالكم؟ طبعا. ولا بتنتهي دور الست هنا بقى تقول لكم باي باي وتروح للدكتور النساء بتاعها؟ لا، ده انا عندي تيم كامل عندي لمتابعه الحمل، يعني احنا بنتابع الحمل وعندنا اشعات متطوره في الحمل زي خماسيه الابعاد، زمان كنا بنقول ثلاثي ورباعي دلوقتي عندنا خماسي الابعاد،
بنتابع الحمل بتاع السيدة، لأن أنا مهمتي في الآخر إن السيدة دي تحصل على طفل، مش إنها تحمله بس، أنا مهمتي إنها تحصل على طفل. فعندي مستشفى متكامل، إحنا عاملين كل حاجة عندنا في المركز بحيث إن المريض يبقى كل خدماته موجودة يعني في المركز. يعني ممكن تولد في المركز؟ عندنا دور ولادة مخصوص، دور ولادة في المركز، وعندنا حضانات متطورة في المركز، ودكاترة تخصص إن هم يتابعوا الحمل، ويتابع يتابع الحمل لحد ما يوصلها لبر الأمال. حلو قوي، أو يعني كله في مكان واحد، ده الأحسن. أنت المشكلة إن ساعات المريض كان يطلع بره يدور على الخدمة دي هنا، يدور على أشعة هنا، يعمل كده، وممكن يكون حاجة بياخدها مش مظبوط. لا، احنا كل خدماتك جوه المركز، بحيث ان انت بقيت مركز متكامل بتدي خدمه طبيه للمرضى توصلهم لحلمهم، مش جاست ان انت انها تحمل وبس، لا، انها يبقى معاها بيبي باذن الله تعالى. وايه حلم حضرتك شخصيا لكل الناس اللي ما زالوا على صبر وعلى امل؟ طيب، انا عندي نصيحه وحلم. النصيحه الاول لكل مريض وطبيب داخلين في عملية الحقن، اوعى تقفل باب الامل في وش مريضك، حتى لو نسب نجاحه زي ما كنا بنتكلم في الحاج صبري ده 1%، قابله بابتسامة، اديله امل في بكرة، بس ما تديلوش امل زايف، لا، امل مبني على العلم. انا عندي كان في مريض ليبي جالي بعد 12 محاولة حقن مجهري، ولف كل البلاد وجي وربنا كرمه معانا. المريض ده جالي بعد ما ربنا كرمه، جه بس يشكرنا في مصر كده ويقول الحمد لله ان ربنا كرمنا معاه. اداني كلمه كده قال لي قولها لكل المرضى المقبلين، لازم تبقوا عندكم يعني ايمان ويقين بالله سبحانه وتعالى. كان بيقرا لزوجته كل يوم سوره البقره، كل يوم، ويقول لي اثناء فتره العلاج بيقراه، يعني مداوم على ذكر الله باي طريق. وقال لي اديها لكل المرضى ان انا ماشي بالعلم وبرضه متمسك بإرادة ربنا، لان ربنا بيقول طبعاً. ايه وهو علي هين، يعني انا ممكن اعمل كل حاجه، بس ربنا اذا اراد شيئا فانما يقول له ايه كن فيكون. غير كده ربنا في كتابه الكريم لما قال ايه، ويهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، مش ويخلق، يعني ربنا ما خلقش الانسان عقيما، يجعل، هو بإرادته سبحانه وتعالى وبإرادته انه يدينا العلم. هو عمل كده ليه؟ عشان يدينا العلم ان احنا نساعد الناس دي. لا، واضح ان انتوا عندكم يعني دور مهم ومميز، وانتوا واخدين الموضوع مش تهريج، يعني انتوا مركزين. لا، احنا كمان عندنا أكثر. استشاري نفسي، او يعني مش بروجكت مادي. لا، احنا على الرغم من كده يا استاذه مفيده، احنا بنعمل ايه، عندنا جزء بيناقش الحالات اللي عندها مشاكل مادية، وطبعا المفروض ان احنا بنناقش حالتهم المادية، وممكن بعض الناس نعمل لهم العمليات يعني بأسعار مخفضة جدا عشان خاطر ظروفهم. لا يعني انت استاذ احمد يعني بجد افدتنا، ميرسي جدا على كل المعلومات اللي حضرتك قلتها. ميرسي. وعندي بقى حلم اخير للازواج بقى اللي بيزورونا. الازواج عاوز اقول لهم، حضرتك مع زوجتك لما تيجي حسسهم ان انت جاي عاوز تسعى للخلفة عشان خاطرها، مش عشان خاطر ان انت نفسك في لا، عشان خاطرها هي، ده واحد. ما تقعدش تقولها كل شويه انا صرفت ايه وعملت ايه عشان خاطر ما تحبطهاش. ما تشعيش حياتكم على العائله، يعني خلي دي حياه شخصيه ليكم انتوا الاثنين عشان ما تحبطهاش نفسيا. حضرتك كمان طبيب نفسي، مش كل شويه تقعد تقول لها انا هتزوج عليكي لو ما طب احنا ايه رايك نكمل ده بعد الهوا، علشان احنا لازم نطلع من الاول. نشكرك يا استاذ احمد، ميرسي جدا، ميرسي يا دكتور، ميرسي، شكرا جدا، ومقروع عليكم بالله، وشكرا كتر خيركم. يعني بنشكرك يا رب، ما يحرم اي زوجين من النعمه الغاليه دي يا رب، ويجعلنا بعد ارادته سبب في مساعدتهم. نشكركم، نشكر كل مجهوداتكم. تحياتنا لحضراتكم، ونشوفكم بكره ان شاء الله حلقه جديده. ان شاء الله دايما نشوفكم على خير، ودايما تكونوا بخير، وبكرة يوم جديد نتقابل فيه على خير. الستات على النهار، نشوفكم بكرة.